10 أنواع من النساء ملعونات ومطرودات من رحمة الله. خلونا نعرفهم علشان ما نكونش منهم والعياذ بالله. أول حاجة هي الوشم، لعن الله الواشمات والمستوشمات. تاني حاجة هي النمص، لعن الله النامصة والمتنمصة. وكمان ربنا لعن الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي اللي بتقوم بوصل شعر بشعر آخر، المرأة الساخط زوجها عليها. لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، وكمان زائرات القبور، ومعناها اللي بتروح تزور القبور وبتلطم وبتندب وبتصرخ على الميت، وكمان المتبرجة. والتبرج هو نساء كاسيات عاريات. وكده باقي واحدة بس، لو تعرفها اكتبها في الكومنتات، شير يمكن نكون سبب في هداية حد.